بسم الله، وأهلا بكم في الفصل الثاني من الورشة. الآن بعدما عملنا رندر للكومبوان وحطيناه على شكل كويك تايم موفي، الآن إن شاء الله نبدأ في الكومبو نمبر 2. فهنا نأتي بالكليك يمين، نقول نيو كومبوزيشن ونخليها كومبو 2 نفس الخصائص، ونقول أوكي. الآن طبعا ننظم أنفسنا ونخلي الكومبو دون نحطها فوق في الفولدر كومبوزيشن، ثم في هذه أنا إن شاء الله سوف أغلق كل كومبوزيشن هنا، ثم في الكومبوزيشن هذه نمبر 2 نروح نجيب الكومبوزيشن اللي سميناها باك جراوند. أوكي، الآن نأتي ب إيه، نروح بالكليك يمين ونقول له امبور فايل، ونجيب الملف بتاعنا البي اس دي اللي موضوع طبعا في التحميل. اوكي، هو هذا الملف البي اس دي، فنروح نقول له نجيب له البي جي هذا. اوكي، ميرج لاير ونخليها فوتش، ثم نأتي به ونحطه هنا. نغير اسمه طبعا، نقول نسميه ground هكذا، ثم نحطه فوق اللاير بتاع background او اللاير بتاع composition اللي سميناها background. ثم بسكيل نحاول ننقص، نضغط على حرف الاس طبعا وننقص، ثم ما ننساوش نخليه 3D هكذا. ثم ان بالروتيشن طبعا هنا روتيشن اكس روتيشن نزله تحت هكذا، ثم بالزاد نزله تحت شويه هكذا، ثم نزيد له شويه روتيشن هكذا تقريبا. اوكي، الآن كما زي العادة يعني الأمر هنا حاد شوية، فماذا نفعل في الأفتر إفكت؟ يعني بخلاف الفوتوشوب ممكن أن نعمل له ماسك هنا ونمحي بالبروش، لكن في الأفتر إفكت لابد أن نفعل له ماسك هنا. مثلا نجي هنا بالبين تول ونفعل مثلا، مش مهم يكون الامر مضبوط او مستقيم، ممكن تعمل له هكذا. اوكي، وتقول اللي للفعل هنا تجيب، تروح تجيب الماسك هكذا، و هكذا وتكثر له شويه في الفيدر بتاع الماسك هنا هكذا حتى يبقى ناعم شوي. اوكي، ممكن انك بالمفتول تحاول تجيب هذه النقطة هنا هكذا مثلا. اوكي، الان فعلنا الباك جراوند والجراوند، فالآن نروح نأتي بنيو كومبوزيشن ونسميها مثلا display 1. هنا في الديسبلاي هنا نروح نأتي import file بالكليك يمين ونروح نجيب frame. اوكي هكذا، في composition display 1 نروح نجيب هذا الفريم بي اس دي ونحطه هنا. اوكي، ثم نفعله، ثم هنا في لما تلاحظوا في الالفا هنا في ترانسبيرنسي، يعني ما فيش اي شيء فيه الا الكومبوزيشن وفيه الا الفريم هنا، فنروح نجيب امبورت فايل نفس. يعني انا عملت فيديوهات هنا، فانت مش مضطر تعمل فيديوهات اذا كان عندك الجهاز مش قوي شويه، فممكن انك تروح تجيب اي ايمج هنا
وتحط مثلا بعض السيارات أو زي ما تحب، يعني نحط مثلا أي إيمج. أنا يعني المشروع كان ماي بروفايل إن أون فيميو، ف يعني كان لابد علي أن أعمل فيديوهات، أو ممكن تعمل تصاميم شخصية لك وتعملهم هنا وتحطهم في هذا الفريم. فأي حاجة يعني، أنا المهم أوري لك التقنية وأنت عليك تحط ما تحب. نحط مثلا هذا السبيس هذا، فنخلي مثلا نحط هذا الايمج هذه، فنروح نسحبها ونحطها فوق الفريم هكذا. طبعا هي كبيرة شوية، فنضغط على الحرف الاس ونقلل لها من السكيل حتى نجيبها يعني تحت ونحطها طبعا تحت الفريم. نحاول نضبطها هنا هكذا، مش مهم يكون الأمر يعني مضبوط هكذا. ثم بعدما انتهينا من الديسبلاي 1، الكومبوزيشن نمبر 1 يعني ديسبلاي 1 انتهينا منها، فنفعل نفس الشيء طبعا حطيت الايمج هنا في هكذا. نفس الشيء هنا display 1 نحطه في الفولدر بتاع الكومبوزيشن، ثم نفعل نفس الشيء. نحاول ان نشوف السكيل هو ايه يعني هنا، فنروح نضغط على الفريم بي اس دي والحرف الاس ونشوف سكيل او اوكي. الان نفعل نفس الشيء، قلنا بالكليك يمين نيو كومبوزيشن ونسميها ديسبلاي 2 هكذا اوكي. فنروح نجيب طبعا الفريم اللي استعملناه في ديسبلاي 1 نحطه في ديسبلاي 2، ثم قلنا ان نروح نجيب بالامبورت فايل كليك يمين ونروح نجيب اي ايمج مثلا هذا الايمج هذه، ونروح نسحبها تحت الفريم كما فعلنا يعني. ثم نضغط على حرف الاس ونحاول ننقص لها من السكيل هكذا، ثم بالماوس هنا نحاول نضبطها هكذا هنا تقريبا اوكي. اذا نحن انتهينا مع الديسبلاي 2، طبعا نحطه في الفولدر بتاع كومبوزيشن، ما ننساش ندير كنترول اس لحفظ كل ما فعلنا. اذا ايه طبعا نخلي الايمج هنا احنا في المشكلة هنا، ليه هذا الامر يظهر هنا؟ فلما نضغط على الحرف الاس فأنت تشوف الأمر هكذا. هذه يعني عملتها بالصدفة يعني، ليه؟ لأن لما رحت قلت له import file، لما تضغط هنا فلما تشوف في الافتر افكت هنا يقول لك إما تعمل صح على JPEG sequence، فكانت الأمر هنا كان ما مفعل يعني، فلهذا جاب لي كل الايمج اللي موجودة في الفولدر. فلما تختار هنا مثلا ايمج واحدة يعني مشي كل الفولدر، فلا بد ان تعمل تزيل الصح هنا على الاي جي بيج جي بي جي سيكونس.
فأنا نسيت أن نزيل الصح هنا، ولهذا جاب لي هو كل الإيمج هنا على فولدر. أوكي، فماذا نفعل؟ فنعود ونفعل نفس الشيء، نمحي كل شيء هنا، ثم نروح للديسبلاي 2 والديسبلاي 1. فللديسبلاي 1 نفعل، نعود نقول له import file، ونروح مثلا نجيب هذا الايمج هذه، وهنا ما نعمل صح على جي بي جي سيكونس. اوكي، ثم نقول له open، ثم نجيب طبعا تحت الفريم كما فعلنا، نضغط على الحرف الاس، ننقص من السكيل، ثم نضبط هنا هكذا. اوكي، نروح نذهب الى الديسبلاي 2، ونروح نجيب طبعا نفس الايمج او من نفس الفولدر، ونختار ايمج اخرى مثلا هذه، مثلا هذا الايمج هذه، فنروح ونجيبها وهذه نحطها تحت الفريم طبعا، اس لتصغيرها ثم ضبطها داخل الفريم. اوكي هكذا. اوكي، الان طبعا نحط الايمج في الفولدر بتاع الايمج بتاعنا، ثم نفس الشيء نواصل اخواني بنيو كومبوزيشن، نقول له ديسبلاي 3، نروح نجيب الفريم نحطها هنا، ونروح نجيب اي ايمج انت تختارها او فيديو او كما شئت. يلا يا سيدي، نختار هذا الايمج هذه، نحطها تحت الفريم، نضغط على الاس، ناقص، ثم نضبط بالماوس هكذا. اوكي، ثم عندنا ديسبلاي 3، فهذا الايمج نسحبها ونحطها في الفولدر، ثم نعود ونفعل نفس الشيء ديسبلاي 4. اوكي، ناتي بالفريم نحطها هنا، ثم بكليك يمين امبورت 5، ونروح ناتي ونجيب اي ايمج انت تشوفها، مثلا هاتي الايمج هذه، نسحبها تحت الفريم، نضغط على حرف الاس، نقلل من السكيل، ثم نحاول نضبط بالماوس. اوكي هكذا. اذا عندنا الكومبوزيشن نمبر 1، ديسبلاي 1، ديسبلاي 2، ديسبلاي 3، اند ديسبلاي 4. اوكي، هاتن الـ display 3 and display 4 نحطهم في الفولدر بتاع composition. هنا نفتح layer أو فولدر جديد ونسميه PSD files هكذا، ثم نأتي بال هذين الملفات بتاع PSD نحطهم في الفولدر PSD file. الآن نذهب إلى compute 2. بعد ما حطينا الـ ground 3D، نروح نجيب display 1 هنا، نروح نجيب نذهب الى الفولدر بتاع composition ونحط display 1 هكذا، and display 2، display 3، and display 4 هكذا. الآن نعملهم كلهم 3D، ثم هنا نقلل شوية من الزوم، نكبر في المساحة هنا هكذا، حتى يكون بعد عندنا بعض ال إذا في الديسبلاي 1، هو ها هو الديسبلاي 1، فنحاول أني نحطه مثلا بالواي هكذا،
ثم بالزاد نخليه نجيبه شوية هكذا، ثم بالإكس نحاول نجيبه هنا، ثم ممكن بسكيل تنقص هكذا نخليه 79، ثم نأتي بالديسبلاي 2 وبالإكس نحطه هنا، ثم بالواي نحطه هنا هكذا، ثم بالإس نخليه صغير شوية على الأول، ثم بالإكس نحاول نجيبه هنا هكذا مثلا. أوكي، ثم الديسبلاي 1 هذا نحاول نجيبه هنا تقريبا هكذا. أنا انتهيت مع الديسبلاي 1 وديسبلاي 2، فنروح نجيب ديسبلاي 3 نخليه مثلا بالزاد نخليه صغير شوية، ديسبلاي 4 نحطه هنا، نروح للديسبلاي 3 بالزاد نبعده شوية، بالإكس نحطه هنا هكذا، بالزاد نبعده والإكس نجيبه نحو اليمين، ثم بالواي ننزله بتحت طبعا فوق الجراوند. نذهب إلى الديسبلاي 4 بالزد ننقص له شوية هكذا، أو ممكن ننقص في الديسبلاي 3 بالإكس أو بالواي هكذا. أوكي، ثم الديسبلاي 4 هنا نحاول نجيبه بالواي هنا كذا، ثم نفعلهم هكذا. إذن عندنا الديسبلاي 1 نحاول مثلا نجيبه بالزاد ننقص له سكيل طبعا شوية هكذا، ثم انتو تلاحظوا ان الديسبلاي 2 صغير على الديسبلاي 3، رغم ان الديسبلاي 3 وراء الديسبلاي 2، فهذا الديسبلاي 3 هذا او الديسبلاي 4 هذا نقص من السكيل. نضغط على حرف الاس نقص نقص هكذا، ثم بالواي نزله تحت شوية هكذا، بالاكس نجيبه هنا. اوكي، ممكن الديسبلاي 3 هذا نجيبه بالزاد هنا ونخليه طبعا. اوكي، ديسبلاي 4 نجيبه هنا هكذا، نخلي ديسبلاي 4 تحت ديسبلاي 3 وبالزاد نقول له اعمله لي هكذا. او ديسبلاي، اوكي، ثم بالواي نزلوا تحت شوية، ثم ديسبلاي 3 نزلوا أيضا تحت، ثم نقص له من الزد هكذا. اوكي، نروح نجيب الديسبلاي 2 والديسبلاي 1. الديسبلاي 1 نزلو تحت بالواي هكذا، ثم الديسبلاي 2 نزلو تحت شوية هكذا، الإكس هنا
اوكي حتى يلمس الجراوند. اوكي الان نفعل ايه؟ الان انتهينا من وضع الديسبلايات هذو في الفضاء 3D، فالان ان شاء الله نوقف التسجيل ونعود بعد حين ان شاء الله لنتمم التعامل بالكاميرا.